نفترض جدلا أن إيران فعلا مثل ما حضرتك الآن تكلمت وكذلك مثل ما قال السيد هشام أنه تلكت إيران القنبلة النووية، شنو السيناريو اللي راح نكون إحنا به؟ راح نكون أمام حرب، خاصة وأن صواريخهم البالستية توصل إلى 2000 كيلومتر، وهذه ممكن أن تغطي إسرائيل وما بعد إسرائيل. شنو برأيك السيناريو اللي راح نكون إحنا أمامه؟ لا هو شوف يعني الإيرانيين براغماتيين، يعني عارفين بالضبط كيف يتعاملوا مع بالضبط مع البيئة السياسية سواء الدولية ونقاط ضعفها ونقاط الضعف الأمريكي اليوم الموجودة. يعني حتى لو امتلكت السلاح النووي لديها عناصر تأثير مثل ما تفضلت حضرتك، يعني عناصر قوة أكثر من النووي. إذا أخذنا بنظر الاعتبار موازنة المؤشرات والانحراف المعياري بين القوة النووية وبين القوة الصاروخية وبين الأذرع البروكسيكولار، أن تجد أنه النووي أقل تأثيرا من كل هذه الأدوات، وبالتالي هي لا تبحث عن فقط الحصول على النووي، هي تبحث عن سلة متكاملة تسيطر فيها الحفاظ على التمركز في نقلتها إلى دول الجوار ضمن سياق البروكسيز اللي هو مسألة الوكيلة والميليشيات، وأيضا منطقة على الآخرين، ولا يوجد قرار أو قانون أو تأثير أو دولة مؤثرة تبحث هذا الجانب. فضلا عن جدا أنه حتى لو كانت هناك ضربات ضد إيران، إيران بحث الإجراءات أنا أعتقد الدفاعية الأسلوبية اللي تتعلق بالضبط، نقول إحنا المنشآت النووية تحت الأرض درجة الإصابة تواجدها على مناطق تؤثر على المصالح الامريكيه في السياق، وبالتالي هي تطمئن يعني بشكل نوعا ما متوازن. مساله الحرب لن تخوض الولايات المتحده ضربه لو انه اعلنت نفسها صراحه حال من النادي النووي ودوله النوويه، لا يوجد ان يستهدف القوه النوويه نظرا لتاثيراتها على البيئه وتاثيراتها السياسيه، وبنفس الوقت هي تحتفظ بأوراق التمركز العسكري خارج إيران ونفس وقدرتها الصاروخية المتواجدة. نقطة كلش مهمة نضعها في يعني في حساباتنا، إنه لا يوجد مكافئ، لا يوجد مكافئ لا عربي ولا إقليمي ولا دولي اليوم يستطيع أن يوقف إيران. يعني أولا سواء كان على مستوى الأمم المتحدة والقرارات، وإحنا نرى أمامك إنه ممثلي الأمم المتحدة في العراق واليمن دولات مكوكية إلى إيران وعلاقتهم جيدة جدا في هذا الجانب، إضافة إلى الحلف التقليدي اللي هو روسيا والصين، وهي اليوم يعني وقعت بالأمس أو السبت عفوا اتفاقية مع الصين لمدة 25 عام وبأبعاد عسكرية. ممكن احنا نتكلم اليوم عن عالم متعدد الأقطاب وليس عالم القطب الأول اللي هي الولايات المتحدة.